المنطقة والمحاضر مع الملازم رؤوف لو تحب تشوفه. المهم وصلت الحاجة؟ محدش شاف حاجة. الجريمة حصلت وش الفجر والناس كلها كانت نايمة. يعني محدش اتهم حد؟ مفيش أي مشتبه؟ لا. طيب أنا عايزك تجيب لي كل قرايبه وكل اللي كان بيتعامل معاهم. أنا هحقق معاهم وآخد أقوالهم بنفسي. اتفضل معايا يا سعد. وسع يا جدع، وسع يا جدع، وسع منك له. هو ايه اللي حصل؟ عم رزق اتقتل. اتقتل؟ ابن حلال ويستاهل، وبالي الباقي. زين زين استنى زين. ايه زين بتدور على ايه؟ بتدور على ايه يا جدع؟ ما ترد. ايه في ايه؟ فين المسدس؟ خبيته فين؟ انت عايزه في ايه زين؟ وانت مال اهلك؟ خبيته فين؟ لا زين مسدسات لا. انت اللي بتقول كده يا حربي؟ ده انت علمت في وشه عشان ضرب امك. المره دي قتل عم رزق يا حربي وبيهدد لك كلنا بالقتل. انا مش هسيبه يا حربي ومش راجع من عنده لما اخلص عليه. اوعى من سكتي يا حربي. لا يا زين ابوس ايدك بلاش، ابوس ايدك. اوعى من سكتي، انت راخر لاخلص عليه. اسمع كلام بركه يا زين. يا حربي مش هسيبك الا لما اسيب المسدس. بقول لك سيبني يا حربي. اللي هيقعد في سكتي انا هخلص عليه يا حربي. حصلت يا زين، حصلت. ترفع السلاح على بعض. هات المسدس يا زين. لو قتلت قبضايا يا زين هتروح في 60 داهية وتدخل السجن. ده اللي انت عايزه؟ تروح في داهية؟ هات المسدس يا زين. هات. ودمع مرز هنسيبه يروح حاضر؟ هنسيب قبضايا تتيح فينا وخلص علينا واحد ورا التاني يا حربي؟ محدش قال كده يا زين. قبضايا هيدفع الثمن وغالي قوي، بس مش بالطريقه دي. امال ازاي يا حربي؟ قول لي انت ازاي؟ بالهداوه، بالعقل. هنستخدم ده مش ده. هات المسدس يا زين. هات. اتغيرت يا حربي، السجن غير فيك حاجات كتير أوي يا صاحبي، وعلمني حاجات أكتر، وحلفت مع التبو تاني طول ما أنا عايش، لا أنا ولا أي حد من اللي بحبهم، وأنا بحبك يا زين، بحبك أوي، أنت أخويا، صاحبي وشيك عمري. مش عايزك تتبادل وتشوف اللي انا شفته يا جدع. بس وغلاوتك عندي يا زين ورحمة عم رزق ما يعدي بيها. بس بالعقل يا صاحبي، بالعقل.
ماشي يا حربي. يعني قلتوا نتقابل النهارده عشان هنشوف نعمل ايه في الورطه المهببه دي؟ من ساعه ما جيتوا محدش فتح بقه بكلمه، ايه الحكايه؟ على العموم هو مش هيتاخر اكتر من كده. هو مين اللي مش هيتاخر اكتر من كده؟ زمانته على وصول يا رشوان، زمانته على وصول. ما تقلقش. هو ايه اللي زمانته على وصول؟ ما تقلقش. هو مين اللي جاي؟ مساء الخير يا بابا. اهلا اهلا يا باشا. سعادتك، اتفضل. اهلا وسهلا. انا اسف ان جيت لكم في ظروف مش مناسبه، لكن ما باليد حيله. هو حضرتك عرفت؟ مفيش حاجه بتستخبى يا رشوان. ومين اللي قال لي سعادتك؟ مش مهم مين اللي قال لي، المهم دلوقتي الباشا بيسأل البضاعة دي هترجع دلوقتي ازاي؟ هنلاقيها بإذن الله، ما تقلقش. هتلاقيها ازاي يا رشوان؟ ايه؟ تحت بير السلم؟ ولا في أرزق بمخازنك؟ ما تنقطنا بسكاتك يا عنتر، ولا أنت بقع على الفاضي؟ بتتخانق قدامي ولا إيه؟ يا بوات تظهر مش مقدرين الموقف اللي أنتوا فيه. تشتغلوا مع راجل ما يحبش الغلط ولا التهريج في شغله. احنا طول عمرنا عدل بيه شغالين مع الباشا الكبير، ويعني فاهمين وفهمنا. معلش يعني الحكايه دي اول مره في شغلتنا دي يا عزام. مفيش حاجه اسمها اول مره. اول مره هي اخر مره، والمره الواحده بيطير فيها رقاب. بلاش حكايه الرقاب دي عدل بيه، احنا مش حامل الكلام ده. يبقى تلموا الدور بقى وتخلصونا بسرعه من الحكايه الخايبه دي قبل العمليه ما تكبر وتعمل لنا قلق. طيب حضرتك تقترح ايه عدل بيه؟ البضاعه اللي راحت دي قيمتها 25 مليون، وانا شايف ان مفيش حل قدامكم غير واحد من اتنين. البضاعه دي ترجع وتتوزع في مكانها، يا الفلوس ال 25 مليون تم البضاعه تتحط في حساب الباشا فورا، والا الباشا هيزعل. وانتوا عارفين طبعا زعل الباشا لما يزعل ممكن يعمل ايه. ايوه عدل بيه، بس يعني 25 مليون ده مبلغ كبير قوي. مبلغ كبير جو جو يا عدل بيه، احنا مش كده يعني. ده قطم وسط يعني. قطم وسط ولا قطع الرقبه يا رشوان؟ هسيبكم بقى وقت تدبروا حالكم. ما تنسوش ها؟ معاكم لآخر الأسبوع عشان تشوفوا لنا حل في المشكلة اللي وقعتونا فيها دي. يا البضاعة ترجع يا تمنها. أشوف وشكم بخير. مع السلامة عدلي. انت اللي بلغت عدلي بيه عزام؟ اه طبعا انا اللي بلغته. ما انا لو ما كنتش بلغته والباشا عارف الخبر من بره ما كانش يرحمنا. مهم، هنتصرف ازاي دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ شكل العمليه كان مترتب لها، مترتب لها كويس قوي، واكيد اللي عملها كان مراقبنا وبقاله مده طويله. ومين بقى اللي كان مراقبنا وبقاله مده طويله؟ رد السؤال ده يا رشوان عندك انت. تقصد يا عنتر؟ العربية دي عربيتك انت، والبضاعة اللي فيها كانت مخزنك انت، يبقى أكيد اللي عمل الحكاية دي يقصدك انت. نعم يا أخويا. إيه عاوز تشيلني الشيلة دي كلها لوحدي؟ عايز تبيعني للباشا وتخرج انت منها زي الشر؟